دائم ما زال موجود. يقول البرلمان في حد ذاته خطر دائم، المؤسسات خطر ماثل، إذن الخطر دائم ما زال موجود، وبالتالي من حق رئيس الجمهورية أن يمدد في هذه الإجراءات الاستثنائية حسب حتى ما توقف فصل 80. أولا هذا أول مرة منذ اتخاذ الإجراءات بتاع 25 جويلية أول مرة ينطق رئيس الجمهورية يقول لنا شنو الخطر الداهم الذي دفعه إلى تطبيق الفصل 80. أول مرة يقول راه الخطر الداهم واللي قال هو ليس خطر داهم وإنما خطر جاثم هو البرلمان والمؤسسات. لكن كيفاش؟ هل أنه البرلمان عطل السير العادي لمؤسسات الدولة؟ هل أنه البرلمان معناها كيفاش يمكن اعتباره خطر داهم يمثل خطر على وحدة البلاد وعلى أمنها وعلى كذا؟ وإذا كان الخطر في البرلمان علاش إقالة الحكومة؟ الحكومة معناها مؤسسة مستقلة. إذا كان الخطر في البرلمان علاش غلق هيئة مكافحة الفساد؟ إذا كان الخطر في البرلمان علاش ملاحقة ومتابعة النواب المعارضين للانقلاب؟ إذا كان الخطر في البرلمان علاش يمنع رجال الأعمال من السفر؟ راهو معناها توانسة يستثمروا ساعات معناها أصحاب شركات صغيرة ما عندهم حتى علاقة لا بالصفقات العمومية لا عندهم قضايا لا عندهم حتى معناها قضية متاع الترفيع في الأسعار، يمشي للمطار باش يسافر يرجعوه. إذن هذا خطر داهم. ثم بأي معنى الخطر البرلماني مثل خطر داهم؟ صحيح الأداء متاع البرلمان الفوضى اللي صايرة في البرلمان صحيح الأداء متاع البرلمان مخيب لأمال كل التونسيين وماهوش في مستوى انتظارات كل التونسيين، لكن هل الحل هو في حل كل مؤسسات الدولة؟ ما فماش طريقة أخرى نجموا نحافظوا بها على وحدة الدولة ونحافظوا على الاستقرار السياسي وفي نفس الوقت نقوم بإصلاح هذه المؤسسات؟ وما هو ما هي المجهودات التي قام بها رئيس الدولة لتصويب الوضع هذا أو الانحراف؟ قدمش مشاريع قوانين من شأنها باش تصوب الأمور، قامش بمبادرات أحالش قضايا فساد للنيابة العمومية ومعناها تم تعطيلها ولا مشاريع قوانين تم ما ثم حتى شيء. معناها بالنسبة لي اختلف مع البرلمان يحل معناها يعلق البرلمان ويعلق الحكومة ويدخل البلاد في قعباشي. نعم، دونك انت ما زلت تعتبر انه الرئيس قام بخطا عند تفعيله للفصل 80 وتعتبر انه ما حدث هو انقلاب؟ تعتبر لحد الان طبعا يعني ما تراجعتوش. سامحني، الانقلاب شنو هو الانقلاب؟ الانقلاب تكون ثم مؤسسات دستوريه قائمه وانت سواء معناها مؤسسه من مؤسسات الدوله تنجم تكون رئيس الجمهوريه تنجم تكون معناها مؤسسه امنيه او مؤسسه عسكريه تجي تنقلب على هالمؤسسات الشرعية المنتخبة وتنصب نفسك مكانها. هذا اللي صار. نعم. بالنسبة لي الرئيس قيس سعيد معناها استولى على كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية بمقتضى معناها عملية انقلابية، معناها هو معناها خرج على الشرعية الدستورية. نعم.